ناموسي هذا الشوط قاطع مسافة الخمسة كيلومتر في 7 دقائق 43 ثانية 72 جزءا من الثانية هو توقيت الزمني لشاهيش. تهانينا لعلي بن حمد بن راشد بن مقارح هذا الفوز وهذا الانتصار المميز في هذا المساء. المركز الثاني مشاهدين الكرام من وصل مع ثاني المراكز مرحب وتوقيت مرحب 7 دقائق 45 ثانية 12 جزءا من الثانية. تهانينا لمحمد بن عبيد بن راشد الفهيدة المري. المركز الثالث من وصل في اللحظات الأخيرة جلمود وتوقيته 7 دقائق 46 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا لمبارك بن سعيد المهيري على فوز جلمود بالمركز الثالث. تهانينا والناموس للجميع. شوطنا التاسع ينطلق وبرفقة الزميل صالح الكربي. شكرا سلطان. مشاهدينا متابعينا الاعزاء سعدات ورع على ارضية ميدان الشحانية ميدان التحدي في هذا المساء وشعارات ابناء القبائل وسن اللقاية وفي ثالث ايام هذا المهرجان مهرجان المؤسس نسير مع شوطنا التاسع الخاص للبكار من مسافة 5 كيلومترات. نسير ونبدأ مع البداية ومع أول الأزمة وأول التحديات. هناك مياسة مسعود بن سعيد بن سالم الفهيدة المري يقدم لنا مياسة على البداية ولكن حصل تسلل من قبل حشيمة. صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري يغير مع أول الأزمة. ثانيا مياسة بشعار مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيدا ثالث المراكز. وصلت البراحة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية يقدم لنا البراحة مع ثالث الأسماء وثالث الانطلاقات. رابع المراكز عالية محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتقدم مع رابع المراكز ويقدم لنا عالية. خامس المراكز انتباه متعب بن حمد بن متعب المنخس المري مع خامس المراكز. ها هي النتيجة الأولى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمسة المراكز المتقدمة والخمسة الشعارات المندفعة والمنطلقة. ولنا عودة مع الصدارة لنا عودة مع أول الأسماء وأول الانطلاقات. هناك حشيمة صالح بن فرج بن حسين بسيقان يقدم لنا حشيمة وأيضا مياسة تلازمها من الجانب الآخر بشعار مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيد. هنا ثنائي على خط واحد تتنافس هذه الأصايل على الصدارة وعلى الفوز والانتصار. مياسة بشعار مسعود بن سعيد بن سالم ألف هيدا وثاني الأسماء. هناك حشيمة صالح بن فرج بن حسين بسيقان المري مع ثاني المراكز ثالث الأسماء. وصلت عالية محمد بن عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري يتقدم مع ثالث الأسماء. العامري يحضر مع عالية. رابع المراكز وصلت البراحة عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية مع رابع المراكز ورابع التحديات. خامس الأسماء القادمة هنا انتباه متعب بن حمد بن متعب المنخس المري مع خامس المراكز. هناك خمسة أسماء متقدمة وهناك أسماء وشعارات لم يحم موعد دخولها نترقبها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ننوى مشاهدينا متابعينا الأعزاء للسادة المشاهدين والمشاركين سوف نتوقف لأداء فريضة صلاة العصر بعد نهاية الشوط العاشر ومن بعدها نعود لاستكمال وأشواط وتحديات ومنافسات هذا المساء. نعود إلى مجريات وتحديات ومنافسات هذا الشوط. لائحة الاثنين كيلومترات ما تفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. مياسة على الصدارة مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيدا. هنا مسعود الحريري يتابع لنا مياسة مع الانطلاق الأول ومع التحدي الأول. ثاني الأسماء وصلت حشيمة صالح بن فرج بن حسين
كسب السيقان المري مع ثاني المراكز وثاني التحديات ومركز الوصافة، ثالث المراكز القادمة عالية عالية مع ثالث الأسماء بشعر محمد بن عبيد بالحلوس من ذيبان العامري يقدم عالية مع ثالث المراكز البراحة، رابعا عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية، خامس الأسماء وصلت هنا المتقدمة تولى بشعار سعيد بن راشد الزعبي هنا يتقدم مع خامس الأسماء وخامس التحديات هنا مع خامس الانطلاقات، ولكن اعود مع البداية مع اول الاسماء واول الاندفاعات هناك مياسة لازالت على الصدارة على الانطلاق الاول، مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيده المري يقود هذه الاسماء وهذه الشعارات، ركز يا ابو سعيد ارى الاسماء قادمة وارى الشعارات المندفعة نحو الصدارة نحو الفوز نحو الانتصار والسيارة في الانتظار، مياسة على البداية مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيدا الكيلو متر الأخير والخطير نستفتح أبوابه، الله يا مياسة مسعود بن سعيد بن سالم آلف هيدا البراحة قادمة، عبد العزيز بن خالد العطية مع ثاني المراكز ثالث الأسماء تولى هنا مع ثالث المراكز، سعيد بن راشد الزعبي يقدم لنا تولى مع ثانية الأسماء ثالث المراكز، وصل الاسم القادم شعار فاران يقدم لنا الشامخة، فاران بن عتيق بن محمد آل بريد وأيضا احتلال حمد بن علي بن حمد آل بريص المري وشعار بن ربيعة، ولكن انطلقت الشامخة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد انطلق مع الانتصار مع الفوز البراحة، ثانيا بشعار العطية عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية هناك مع ثالث الأسماء احتلال، ولكن وصلت القادمة هنا، ولكن أعود مع البداية والانطلاق الأول هناك الشامخة فاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري يقدم لنا الشامخة، وسعد الله مساك يا ابو عتيق على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، الشامخة مع الفوز مع الانتصار، تهانينا والناموس لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار، ثاني الاسماء البراحة بشعار عبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ثالث المراكز وصلت مقديم بشعار عبد الله بن احمد بن عبد الله بن شبيب الرمل مع ثالث المراكز، رابع الأسماء وصلت احتلال حمد بن علي بن حمد آل بريص المري، وخامس المراكز توله بشعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء تهانينا والناموس لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد على فوز الشامخة، 7:44.80 من الثانية، تهانينا والناموس لفاران بن عتيق بن محمد آل بريد المري، ثاني المراكز وصلت البراحة 7:46.44 تهانينا والناموس لعبد العزيز بن خالد بن عبد الله العطية ثالث المراكز مقديم والتوقيت الزمني 7:46.68 من الثانية، مقديم بشعار عبد الله بن احمد بن عبد الله بن شبيب الرمل، فتهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا متابعينا الاعزاء تتواصل التحديات والاثارة ويتواصل الزميل سعيد بن سالم المالكي.